مساهمة رابطة علماء وأئمة الساحل في تسوية الأزمة المالية، وكذا دور دعاة المنطقة في نشر قيم السلم والوحدة الوطنية، هو عنوان المؤتمر الثاني لرابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل المنعقد بالجزائر. المؤتمر تضمن جدول أعماله كذلك عدة مقترحات، من بينها مقترح القيام بزيارة ميدانية لدولة مالي للسعي من أجل إشاعة ثقافة السلم والحوار بين الإخوة الماليين. بعد الإذن من السلطات في مالي لعلنا نسعى أن نشيع ثقافة السلم وثقافة الحوار وجمع الكلمة من جديد بين الإخوة في مالي إن شاء الله. ميزة مالي يجري هو حرب، يعني حرب وفيه تجزئة للبلد، يعني وضرب الإسلام باسم الإسلام. إذن فالرابطة ومن خلالكم نوجه نداء إلى كل علماء المنطقة بل إلى كل علماء العالم أن يؤازروا الرابطة وأن يشيعوا ثقافة السلم وثقافة التعايش مع الآخر. الرابطة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها كانت قد عقدت مؤتمرها التأسيسي في أواخر جونفي 2013 لتصبح أول هيئة تجمع علماء وشيوخ منطقة الساحل.